الشتا مع المعلم ابو الدهب. عارف ميدو المعلم ابو الدهب ده اخبك لله ميدو. هو في حد ينزل حد في الشتا اللي احنا فيه ده؟ الورش كلها نفله. لا 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 والله العظيم قوم يا دوا في الشتا يا المحل يا ده. والله انا عايز لسه تقول لي رب رحيم سلام نكمل من رب رحيم. شفت عفريت يا ابوي؟ طب اطلع يا ولد انا عايز اشوف العربيه اللي بره دي تمسحها لي وتشوف فيها وش. يلا نعم الوكيل فيه يا دي عربيه تتمزع يا عم. بعد كده اللي اترمى يا عم ايه ده يا عم؟ يودي الفلوس اللي بعتي فين يا عم؟ تتارجوا على عربيتي؟ طب يلا يا دي انت هو طلع لي الاصطدام اللي جوه ده وحطوا لي على الشبكه بتاعت ابي عشان انا مسافر زمان اهو دلوقتي. يعني يدي ربنا موقفنا من الشتا ده في الشارع يعني؟ اللي هتروح ما تيجي. خلاص يا دي حملت الاصطدام يا دي؟ تمام يا معلم ابو الدهب العربيه اتحملت. امال فين الواد محمود يا دخل دوره الميه يا معلم؟ بقول لك يا ميدو انا قطعت له الفرامل عشان يروح ما يجيش. العربيه ما فيهاش فرامل.